السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بيكم في فيديو جديد من اون تارجت. لو انا في الموقع ومحتاج احدد نسبة الرطوبة لعينة التربة، فاما ان انا اخد جزء من العينة دي واروح بيها المختبر وابدأ ان انا اجففها في الفرن، او ان يكون معايا السبيدي مويشر تيستر، وده جهاز اتكلمنا عنه في اختبار سابق قبل كده، هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن اسفل الفيديو. او في طريقة ثالثة ممكن احدد بيها نسبة الرطوبة، وهي باستخدام الحمام الرملي. كل اللي انا محتاجه ان انا اخد جزء من العينة ويكون معايا سخان او مصدر للنار، ممكن المصدر ده ممكن شوية خشب اولع فيهم وابدأ ان انا احدد نسبة الرطوبة للعينة اللي موجودة معايا. لكن انا لو عملت كده وحطيت العينه وزاد خدت الوزن بتاعها وبدات احطها على النار مباشره، فانا كده مش بجفف العينه، انا كده بحرق العينه ومش هطلع نسبه الرطوبه الفعليه، لان في مواد غالبا هتكون موجوده في التربه بتتاثر بدرجات الحراره العاليه، والمواد دي هتتحرق والوزن بتاعها هيتلاشى، فبالتالي هتديني نسبه رطوبه اعلى. علشان كده في الكود المصري قالوا ان انت هتستخدم في الحالة دي الحمام الرملي. الحمام الرملي ده عبارة عن ان انا هجيب اناء وهحط فيه رمل وهظبط بيه درجة الحرارة علشان اتأكد ان التربة ما بيوصلهاش درجات حرارة عالية تأثر على المواد اللي موجودة فيها، وهتحكم في درجة حرارة الرمل ده ان انا زي ما احنا شايفين كده هحط في التربة دي قطع من الورق، هجيب ورق كده شوية ورق عادي وابدأ ان انا اقطعهم بالشكل ده كده، تمام، وابدأ ان انا ايه اخلطهم بالرمل اللي موجود معايا وابدأ اسخن الرمل، هفرد كده الورق ده وابدأ اسخن الرمل. لكن وانا بسخن الرمل لازم اعمل حسابي ان درجة حرارته ما تزيدش قوي بحيث انها تحرق الورق زي ما هو واضح قدامنا. ففايدة الورق ده ان انا بيعمل لي كدليل على درجات الحرارة هي عالية قوي ولا درجة الحرارة مظبوطة، فطول ما الورق ده لونه ما اتغيرش وما بدأش يتحرق فالدرجة حرارة الرمل هتكون كده مظبوطة معايا. هبدأ ان انا اعمل ايه، حطيت الرمل يسخن وهاخد وزن، هاخد وزن من العينة وليكن مثلا 200 جرام، خدت 200 جرام من العينة وظبطت درجة حرارة الرمل واتأكدت ان الورق بتاعي ما بيتحرقش ودرجة حرارة الرمل زادت، هبدأ أحط العينة بالشكل ده على الحمام الرملي، وأبدأ كل فترة أقلب العينة لحد ما أتأكد إن العينة جفت تماما، أسيبها تبرد وأبدأ آخد الوزن بتاعها. أهو بعد ما حطيت العينة وسبتها شوية هبدأ إن أنا أقلبها، أهوت بدأت العينة بالفعل تجف، وطبعا كل ما هتكون العينة الحبيبات بتاعتها كورس، يعني زي الرمل أو الأجري أو فيها حصى او فيها اجريجيت، هتبدا العينه دي تجف بشكل اسرع، لكن كل ما هتكون العينه ديت ناعمه وفيها مواد فيها بدونه ممكن الموضوع يطول اكتر، فكل ما تكون العينه ناعمه هحاول اقلل الوزن عشان الموضوع يكون اسرع معايا، لكن لو العينه رمليه كده غالبا مش هتاخد معايا وقت، فهاخد مثلا 200 جرام او 300 جرام هتجف معايا بشكل سريع. اتاكد ان العينه جفت معايا للنهايه واسيبها تبرد وابدا اسجل الوزن بتاعها. بعد ما العينه جفت وسبتها تبرد هاخد العينه واروح اوزنها بعد ما جفت واشوف الوزن هيكون كام. الوزن طلع عندي 190 جرام وهي العينه كانت 200، يبقى نسبة أو وزن المية اللي كان في العينة كان عبارة عن 10 جرام، 10 على 190 هيطلع حوالي 5% وكسور، يبقى كده دي نسبة المياه أو محتوى الرطوبة اللي موجودة في العينة اللي معايا، وبكده أكون حددت نسبة الرطوبة بشكل صحيح ودقيق وسريع في الموقع، ومحتاجتش إن أنا أروح المختبر أو أجيب جهاز السبيدي، واتأكدت ان انا عملت الاختبار بشكل صحيح، ما حرقتش العينة لكن جففتها. رجاء لو اول مرة تشوف فيديوهاتي ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان توصلك باقي الفيديوهات اللي هنرفعها على القناة، ولو انت متابع القناة رجاء ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير،
ولو في عندك أي استفسار رجاء سيبه في كومنت وأنا برد على كل الكومنتات إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.